يا شباب لما بنفصل بتدوني وقت على ما احفظ الفيديو اللي احنا المحاضره، يعني لما احفظ الفيديو بتاع المحاضره احطه في مكانه عشان نعرف نوصل له، فبتدوني ال5 دقائق دول بس كده، منها برضو اللي عايز يتحرك هنا او هنا وانا بحفظ الفيديو بس، يعني فمحدش يقلق يعني، اول ما بيقفل بيبقى مفهوم يعني. تمام، حبيت بس انوه للناس اللي مش واخده بالها يعني. تمام، نستكمل. احنا كنا بنتكلم على ال variables. تمام، فقلنا ال variables قلنا عبارة عن نيمو فاليو في الميموري، ومنها رسمنا الرسمة دي للإيضاح. تمام، وقلنا ان مثلا احنا ادينا للمنطقة دي الحتة دي في الميموري، اخدنا مكان من الميموري ادينا له اسم وحطينا فيه كمان قيمه. يعني ايه حطينا دلوقتي قيمه؟ يعني احنا دلوقتي في الميموري هنا في المكان ده بالظبط احنا حطينا قيمه اللي احنا سميناها موسى في المنطقه دي. دلوقتي احنا ضفنا قيمه، فاهم؟ القيمه اللي دخلناها جوه الفاريبل ده كلمه موسى. تمام، لما ضفنا كلمه موسى دي عملناها ازاي بالكود؟ اهي، ما هي الا كلمه النيم بيساوي موسى، عملنا اهي العمليه دي. رحنا في المكان اللي في الميموري، المكان اللي اسمه نيم، وضعنا فيه القيمه اللي اسمها موسى. مين اللي خلى الحركه دي تحصل؟ هي علامه الاساينمنت، هي علامه مين؟ الاساين. فلما جينا عملنا برنت النيم، عملنا برنت للنيم، طبع كلمه موسى زي ما شفنا، طبع كلمه موسى زي ما ايه؟ شفنا لما عملنا رام مديول خلاص لقيناها طبع كلمه ايه؟ كلمه موسى. كويس جدا. الحته اللي كان بيسال عليها زميلنا موسى هتكلم عليها كمان شويه، لو جيت قلت النيم هو قمت واخد سبيس وبيساوي، وقمت مثلا كاتب اسم حد تاني بما ان محمد طه لسه بيخش اهو، نرحب بمحمد طه فهكتب طه. تمام؟ استاذ كده انا دخلت كده استاذ طه في النيم في الجيب. تمام، يعني كان الجيب معايا حطينا فيه كلمه موسى، فجيت طبعا كلمه موسى بعد كده في نفس الجيب حطينا كلمه طه، فالمفترض ان اللي هيحصل ايه؟ هو ده اللي احنا عايزين نتكلم عليه. تمام، اللي هيحصل ان احنا فعليا بنخرج كلمه موسى وبندخل كلمه طه، لان المكان اللي موجود في الميموري عندك ما بيستحملش الا واحد فقط، ما بيستحملش الا ايه؟ الا قيمه واحده فقط. فموسى جوه اكنها بالظبط شقه، يعني شقه هي اسره موسى جوه، خلاص جت اسره طه، اسره موسى تطلع من الشباك وانتهى الكلام. ده الفاريبل ما بيشيلش قيمه واحده. كلمه قيمه واحده مش معناها كلمه واحده، لا، انا كنت بدخل مثلا طه ممكن ادخل محمد. معايا يا شباب؟ معلش فصلت عنكم دقيقه او اقل ثواني يعني. تمام، سامعيني كده وشايفيني؟ تمام. كلمة القيمة مش كلمة معناها كلمة واحدة. الصورة. نعم، شير يا دكتور. ايوه ايوه تمام. السلام عليكم احبتي الكرام، نحن تمام كده. الناس سامعه كويس وشايفه كويس؟ انا اقصد بقيمه واحده، الفاريبل بيشيل قيمه واحده، مش مقصود بيها 5 ولا 10 ولا 100 ولا مليون. هي قيمه، المليون قيمه، والكلي وال10 قيمه، وكلمه موسى لوحدها قيمه، وكلمه محمد طه على بعضها قيمه، قيمه واحده. بس الحقيقه ان الفاريبل بيشيل قيمه واحده، لما دخلنا كلمه محمد طه حطيناها في كلمه نيم، اصبحت النيم دلوقتي شايله ايه؟ شايله محمد طه فقط لا غير، شايله محمد طه فقط لا غير. يعني موسى ده دلوقتي خرج بره خالص دلوقتي بعد دي الخطوه الاولى. يعني دي كده اكنها ايه؟ الخطوه الاولى، ماشي؟ لو جينا كده شفنا الوضع بعد الموضوع ده هنا كده هتلاقي ان الوضع بقى عامل كده. ان موسى هنا هيخرج وهيجي مكانه مين؟ مكانه طه. فطه هيخش كمين؟ وهيخرج من المكان الميموري هنا كلمة ايه؟ موسى خرجت.
هو ده اللي بيحصل في المبنى. تمام؟ دي هنا ايه الخطوات كده بالترتيب، هو ده اللي حصل بالظبط. فنين بيساوي موسى، خلاص عمل ده الاول. اطبع هنا طبع موسى، يعني هنا البرنت هتطبع لك ايه؟ هنا لما نيجي نستخدم الامر برنت هيطبع كلمه موسى. يعني لو عملت هنا برنت، برنت دي هتديني ايه؟ موسى. برنت دي كده هتديني قيمه موسى في الحته دي. ليه؟ لان حاليا هنا في الميموري كلمه موسى هي اللي موجوده في الميموري. لما عملنا الحركه دي كده وجيت تطبع هنا برنت دلوقتي، برنت دي المفروض تديك ايه؟ يا شباب طه. البرنت هنا تدينا طه، البرنت هنا تدينا ايه؟ طه. تمام. ف هقول تاني، هعمل سيف كنترول اس وادوس اف 5 عشان يشغل، فطبع لي موسى على سطر وطبع لي محمد طه على ايه؟ على سطر. استاذ موسى كان بيسال فين بقى؟ بيقول لك طب ازاي مين قال ان الميموري فيها كلمه محمد طه بس؟ الدليل ان موسى اتطبعت ومحمد طه اتطبعت. قلت له لا، هنا ترتيب الاحداث مهم، ترتيب الاحداث مهم. ليه؟ لان احنا هنا ده كان الامر الاول بتاعنا، يعني ده كان السطر رقم واحد. تمام؟ وده كان السطر رقم اثنين، صح؟ وده كان السطر رقم ثلاثة. تمام. وده كان السطر رقم ايه؟ أربعة اللي هو البرنت. تمام؟ ادي ترتيب الأوامر الخاص بالايه؟ اللي احنا عملناه دلوقتي، ده الاكزامبل بتاعنا اللي هو ده. تمام؟ فاللي حصل ان موسى اتطبعت، بس اتطبعت في الوقت ده. وده اتغيرت، بعد كده طبعنا تاني طلعت طه. يعني لو طبعنا 100 مره في السطر الخامس والسادس والسابع كله هيفضل كلمه ايه؟ كله هيفضل كلمه طه، كله هيفضل كلمه طه فقط، لان هي دي الوحيده اللي موجوده في الميموري دلوقتي. ومن المستحيل ان احنا نقدر نوصل لكلمه موسى، خلاص. انتهت مع الام، مع السطر رقم كام؟ رقم ثلاثه. انتهت مع وجود الامر رقم كام؟ سطر رقم ثلاثه، خلاص هو نهاها. فهمت كده يا شباب؟ فكره ان هي طبعت مؤقتا، لان في اللقطه دي او في السطر ده كان ده الوضع. لكن بعد كده اتغير وحطينا قيمه كده فخلاص. تمام؟ فالبروجرام هنا بيمشي لاين باي لاين، يعني سطر سطر. فما تعتبرش ان هو فهم على بعضه ونفذ وخلاص، لا. هو بيمشي ايه؟ سطر سطر. على حسب ما انت ايه؟ ما انت شغال. فهمناها كده؟ فاحنا لو جينا عملنا كنترول اس ودوسنا اف 5 هلاقي طبعا موسى طبعا محمد طبعا محمد طبعا، خلاص هو مش فاهم غير محمد طبعا. وصلت؟ ما بقاش شايف غيرها في الميموري. وصلت الفكره ولا ايه يا شباب؟ تمام. تمام. انا هسيب الصوره دي برضه عشان احفظها لكم، عشان دي يبقى ايه الصوره بالاكزامبل بتاعها، الشرح بتاعها بالنسبه لكم واضح يعني او موجوده معاكم. يعني هو على طول بياخد اخر قيمه، حتى لو في امر برنت فوق فهو بيفضل ياخد القيمه الاخيره لانها ضبطها، صح؟ مش على طول بياخد القيمه الاخيره، هو دايما ما بيشيلش الا قيمه واحده. خلي كلامنا دقيق شويه معلش. هو ما بياخدش، ما بيشيلش غير قيمه واحده. تمام؟ فالقيمه اللي انت حاططها دلوقتي هي عملت ريبليس للقيمه اللي قبل كده. القيمه ليه؟ القيمه اللي قبل كده خلاص، فخلاص القيمه القديمه اتشالت من الميموري بالاسلوب ده. انت طلع دخل طه، خلاص. انتهى؟ هو بيفضل محافظ بالشكل ده. استاذ طه بيسال هل ممكن الواحد يتاكد من الامر ده بطريقه معينه غير اللي حضرتك ذكرتها؟ تمام. يعني هو بيسال على طريقه اخرى. طب نعملها طريقه اخرى. انا هنا دي الطريقه الاكثر ايضاحا، لكن لو انا اديك مثال ثاني وقلت مثلا الايدج، الايدج العمر، ماشي؟ العمر كتبت العمر 27 سنه. تمام. تمام كده انا حجزت مكان في الميموري اسمه ايدج وفي 27 سنه، وجيت قمت قايل ايدج بيساوي 27 بلس 3. تمام؟ مفهومه طبعا. 27 زائد 3 يعني اللي هو كام؟ 30 يعني 30، صح؟
وجيت قمت قايل برنت 38. هل الايدج ده شايل في الميموري 27 في مكان و27 زائد 3 اللي هي 30 في مكان ثاني، ودي موجوده ودي موجوده؟ لا طبعا، هي الايدج في الاول وفي الاخر شايله فقط القيمه النهائيه، شايله فقط القيمه الايه الاخير بس، القيمه النهائيه الاخيره في الاخر، فهو مش هيشوف غيرها لانه ما بيقدرش يشيل غير قيمه واحده. لو دوسنا اف 5 هيطبع كام؟ 30 فقط، هيطبع 30 فقط، هو مش شايف غير 30. وصل كده يا شباب؟ ها؟ يبقى ده الفاريبل. خلاص انا عايز اوضح حاجه كمان تاخدوا بالكم منها، مفهوم تاني احنا عايزين نتكلم عليه اسمه الاكسبريشن. تمام، اكسبريشن يعني ايه اكسبريشن؟ انا المفترض ان انا في الوضع الحالي ده اللي قدام عينينا ده، احنا كنا معتادين على ايه؟ على ان الفاريبل بيكوال قيمه، وعرفنا خلاص ده فاريبل نيم، ده اساينمنت اوبريتور، ودي الفاليو صح؟ برنت عرفناها فانكشن وعايزين تطبع النيم فهتطبع لك الفاليو بتاعتها. النيم ايكوال وفاليو وهكذا. هنا اهو الوضع اختلف شويه في السطر ده. كتبنا ايج ايكوال صح؟ 27 بلس 3 صح؟ ده على بعضه كده بنسميه اكسبريشن، بنسميه احنا ايه؟ اكسبريشن تعبير، هي مش قيمه مباشره. ممكن تكون قيمه محسوبه، ممكن تكون قيمه ايه؟ محسوبه. خلاص كده يا شباب؟ يبقى دي برضه اسمها اكسبريشن، دي برضه اسمها ايه؟ اسمها اكسبريشن. تمام؟ وناخد بالنا من حاجه كمان، اللي على اليمين هو اللي بيخش في اللي على الشمال، مش عايز حد يلخبط في الكلام البسيط ده، في المبادئ دي. اللي على اليمين هو اللي بيخش في اللي على الشمال مش العكس. تمام كده؟ طيب، حاجه كمان تاخد بالك منها اخيرا. لو جيت دلوقتي قمت قال برنت ايج هتطبع ايه؟ حد يجاوبني؟ تطبع الكلمة نفسها؟ هتطبع الكلمة نفسها، مش هيفهم إيه؟ نعم؟ حد بيسأل؟ في حد بيحاول يتكلم بس تقريبا الصوت عنده الانترنت ضعيف ولا حاجة. طيب يبقى احنا كده لما حطينا سنجل كود على الكلمة اتفقنا ان السنجل كود معناها ان دي بقت literal string، يعني نص ثابت. وطالما ان النص ثابت قلنا ايه اللي بيحصل؟ كلمة ايج هي اللي هتطبع بالظبط. يبقى هيطبع كلمة ايج ذات نفسها، هو مش هيفهم او انا طلبت من البايثون ان ايه يطبع النص كما هو من غير ما يفهم كلمة ايج معناها ايه. فلو دوست كنترول اس في رسايل وكان رحت دوست اف 5 علشان ارن فهلاقي ان كلمه ايدج اتطبعت كما هي. خلاص، لان احنا كده طلبنا بالسنجل كوت او بالدبل كوتيشن طلبنا من البايثون ان هي تطبع الكلمه كما هي وما تفهمش معناها او ما تجيبش القيمه اللي خاصه بيها او ما تجيبش القيمه اللي خاصه ايه بيها. وكذلك لو غلطت ما تغلطش تكتب ليش دي بالعكس، يعني ما حدش يكتب لي كده يقول لي 27 بتساوي الايدج. انا ينفع خد بالك من حاجه دي كده اسمها ايه؟ اتفقنا اسمها ليترال صح؟ ليترال يعني حاجه ثابته، يعني عمر ما 27 تبقى شايله جواها 25، مفيش حاجه اسمها كده. تمام، مفيش حاجه بالفكر ده او بالمفهوم ده. فانت كده اخدت الايدج حطه جوه 27، هل ينفع؟ مفترض هيقول لك ان كلمه 27 قيمه ثابته لا يمكن تغييرها، يعني لو دوست كنترول اس وحاولت ادوس اف 5 قال لي ايه؟ كان نوت اساين تو ليتر اساين اللي هي ايكوال، فهو بيقول لي انا مش قادر احط الايدج جوه 27 لان 27 دي ثابت ليترال ما ينفعش احط جواها قيمه متغيره اللي هي كلمه ايه؟ كلمه ايدج. كلمه ايه؟ كلمه ايدج. فاهم دي يا شباب؟ ها؟
الناس سامعني كويس كده؟ هل في مشكلة؟ تمام، صوت واضح. تمام، أنا بس كمان عايز أنبه على حاجة أخيرة، أغلب الناس المبتدئين بيلخبط في المسميات. يعني يبقى كاتب مثلا يقول برنت نيم، يقوم كاتب لي برنت نيم كده مثلا. وما ياخدش باله إن هو اتلخبط أو بدل حرف مكان حرف أو نسي حرف. فاهميني؟ فخد بالك من الميس سبيلنج، خد بالك من الميس سبيلنج. تمام؟ طيب يعني دي كده عرفنا هتريز ايرور، دي كمان هتطلع لنا ايرور، عشان اسيب لكم الاخطاء دي موجوده في الملف عشان تبقوا واخدين بالكم منها. دي طبعا لو سمحت بس يا دكتور عندي سؤال اخير معلش في الحته دي. هل ال الفيلور يعني احنا ممكن ناخده يعني نكتب حاجه معينه بعدين نحط قدامها كود كامل ونحط الجيب ده او نحط الحاجه دي في البرنت وتطبعه لنا عادي؟ والله لو فهمت السؤال ما كنت خفت اعيد تاني. معلش طيب كنت اجمعه منك قدر الامكان يعني. اتفضل. لو احنا مثلا خدنا ايج مثلا دي قيمه 6 صح؟ الايج تمام. هي القيمه اللي احنا هنحطها في البرنت. هنحطها في البرنت تمام؟ السؤال انا ما وصلتش للسؤال. تمام كده. طيب هتساوي هل بقى هتساوي ممكن تساوي كود كامل زي مثلا ايوه مثلا تساوي هل تبقى تساوي مثلا اسم او حاجه بسيطه ولا ممكن تساوي ولا ممكن تسوي كود بقى كامل يطبع لنا الكود ده زي ما في الفلوت والانت والانبوت. هل احنا ممكن نعمل كود كامل الصورة ايوه السلام عليكم. معلش كان المايك مقفول كده. سامعني شايفني؟ ايوه يا دكتور. تمام تمام. احنا هنا اهو. انا مش قصدي احنا هنعمل مش قصدي ان احنا هنحط الايدج في دبل كوتيشن ون يعني مش زي ما استاذ مهدي طه كتب. لا انا قصدي ان احنا هنحط الايدج بعد كده هنعمل يساوي بعد كده هنكتب مثلا انت انبوت كذا 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 وبعدين نقفل ده كود اهو لوحده منفصل. أيوة. تمام. ايوه. هل احنا ممكن زي ما احنا كده حطينا هنا القيمه 27 دي نحط مكانها كود كامل؟ ايوه بدل من يعني فاهم حضرتك؟ ايوه فاهم حلو بس خد السؤال. ايوه هو بس احنا لسه اخذنا اول عمليه. دي عمليه على فكره، دي قدامك دي عمليه. تمام بالظبط. ادينا في الاخر دي تعتبر كود صغيره او كبيره خلاص المبدا مفهوم. فهمتني؟ ولذلك طب خلاص انا جيت لما جيت اشرح قلت لك ده ايه؟ دي حاجه اسمها اكسبريشن. تمام. الاكسبريشن ده موضوع كبير. اول اكسبريشن اخذناه اللي هو 27 زائد 3، لكن ده مش بس ده الاكسبريشن. ممكن نوسع الاكسبريشنز زي ما هنشوف ان شاء الله مع بعض. اكسبريشنز كتير كلها عباره عن مجموعه من الاوامر اللي احنا ممكن نستخدمها في تنفيذ عمليات مختلفه زي ما هنشوف مع بعض ان شاء الله. تمام. انا بس حبيت ادي شويه ملاحظات عن الاخطاء العامه. اخطاء زي كده في خطا اخير برضو. خطا اخير برضو انا بحاول طبعا اجمع كده السيجنس كده ايه المشاكل اللي اغلب الناس المبتدئين بتقع فيها يعني. تمام. برضه دي غلطه من الغلطات الشهيره. لو انا جيت كده قصد اهو كابتني معايا قصدي بخمسه هتلاقوا ايه اللي حصل. جه ينفذ وقال لك انا عندي ايرور. تلاحظوا ان هو قال لك في لاين نمبر كام؟ لاين 6 صح؟ لاين 6. وطبعا قال لك برنت نيم دي انا مش عارف النيم دي از نوت ديفايند. كلمه نيم دي مش انا مش عارفها ليه؟ لان هو عنده النيم دي اللي هي بكابيتال ليتر غير النيم دي اللي بالسمول ليتر. خلاص دي حاجه ودي حاجه ثانيه بالنسبه له. تمام. لان هو اللغه هنا كيس سنسيتيف. كيس سنسيتيف يعني حساسه في حاله الحروف. كيس سنسيتيف يعني حاله الحروف بالنسبه لنا قضيه الكابيتال غير سمول. فده كده هتطلع معايا ايرور.
طبعا تلاحظ ان دوت على مستويات مختلفه، يعني ممكن واحد يغلط الغلطه بتاعته تبقى عامله كده، ان كاتب كلمه برنت البي كابيتال، شايفين كلمه برنت، والنيم كاتبها سمول او مش كاتبها سمول مش قضيه، بس هو خلاص الفانكشن اسمها برنت دي هو خلاص مش عارفها. يعني لو دوست كنترول اس ودوست اف 5 عشان اشغل هتلاحظوا ايه؟ ضرب برضه، ضرب برضه صح؟ وقال لي لاين كام؟ لاين 7، وقال لي المشكله فين؟ في برنت النيم. وقام بقى قال لي كلمه برنت البي كابيتال از نوت ديفايند، فافهم ان هو مش فاهم الايه؟ مش فاهمها. خلاص شباب؟ فهمتوها دي كده؟ حاجه كمان انا عايز النوتس دي اسيبها عشان تبقى موجوده معاكم كملخص. ابعت لكم بعد المحاضره ان دي الحاجات اللي غطيناها ان شاء الله. حاجه ثانيه اسمها الفاريبل نيمينج، يعني تسميه الفاريبلز رولز. تمام؟ ايه قواعد التسميه؟ يعني انا دلوقتي على سبيل المثال في الاكزامبل هنا انا عملت النيم ده اسم الفاريبل بتاعي صح؟ وبيساوي موسى. وقلت الايدج بيساوي 27 صح؟ وممكن اكتب اكس بتساوي 3، حد زعلان من حاجه؟ واقول له برنت ايه؟ برنت اكس. واخدين بالكم؟ انا كاتب اكس بيساوي كام؟ 3. وبرنت ايه؟ اكس. كنترول اس وادوس في 5 هلاقيه عمل ايه؟ احنا ما وقفناش السطر بتاع برنت ده. طبعا ده سطر بس كنت بكتبه لكم عشان اوريكم ان هيطلع ايرور صح؟ ادوس كنترول اس وادوس في 5 ايه اللي حصل؟ قال لي موسى طه 30 ايج 3، 3 دي اللي هي مين؟ هي مين يا شباب؟ المكان اللي في الميموري اللي سميته اكس صح؟ حد يرد عليا؟ حد يقول صح وحش؟ لا تمام صح دكتور. الله ربنا يكرمك كده، يعني لازم تقول لي صح ولا تقول لي غلط. طيب انا عشان السايلنت عشان الصوت ما يرد على المستمعين، يعني عشان معلش انا عايز يبقى في تفاعل، عايز الناس يعني تبقى يعني انا مش جاي القي من 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 مكان واحد، انا عايز اللي عنده اي تخيل او اي فكره في باله والناس تتفاعل. لا انا مش فاهمها، يعني تبدا تتحرك بسهوله وتقدر توصل للغرض اللي احنا عايزينه، انك تبقى فاهم الموضوع مش مجرد بتكتب خلاص. تمام؟ طيب الفاريبل نيمنج رولز يعني المسميات دي ليها قواعد، القواعد بسيطه جدا يا شباب هقولها لكم في اختصار، انا حتى مش هكتب، بس هي قواعد كده مشهوره يعني. تمام؟ ما ينفعش الاسم ياخد سبيس، ما ينفعش الاسم ياخد ايه؟ سبيس، ما ينفعش. يعني طبعا انجليزي ما ينفعش ياخد سبيس، بس الانجليزي عشان لازم ما يكتبش الفاريبل عربي. يعني مثلا ايه؟ ماي نيم اسمي، عايز تعمل فاريبل اسمه ماي نيم تكتب كده ماي نيم على بعضها، ده صح. وكان مثلا ايه؟ حد يديني اسم غير طه وغير موسى مش هتعرف. مش على انا اسمك صعب عليا عشان مش ام اي اس اتش دبل اي ال. لا يعني هجيبه، بس هو تمام كده؟ ايوه احسنت تمام. مشعل ماي نيم، لكن انا لو عملت المسمى ده كده ماي سبيس نيم هيطلع معايا ايرور، هيقول لك خلاص ماي ده فاريبل، هيجي عند كلمه نيم ويضرب ايرور. تعال نجرب كنترول اس اف 5 على طول قال لي انفاليد ايه؟ انفاليد سنتكس. يعني وسنتكس يا شباب معناها طريقه الكتابه، خلوا بالكم سنتكس معناها ايه؟ طريقة الكتابة، عشان بس ده مصطلح برضو من المصطلحات المهمة اللي الناس لازم تكون عارفينها. يعني اكتبوا هنا معانا سؤال بس بخصوص الايرور. اتفضل. امتى بيديني الفاليد سنتكس في الوش كده، وامتى بيقوم موديني في البايثون يقول لي لا ده في هنا غلط في الكود ده رقم كذا؟ بص مش هيقول لك بقى كده، في السنتكس ده دايما يطلع زي ما انت شفت كده، لان دي غلط في الكتابه، خطا في الكتابه، خد بالك يعني انت كاتب حاجه غلط فالبرنامج بسهوله بيقدر يكتشفها، كاتب حاجه غلط البرنامج بسهوله بيقدر ايه؟ يكتشفها. تمام؟ لكن
لكن انا كاتب صح بس الفكر بتاعي غلط. هنا البرنامج ما بيقدرش يكتشفها بسهوله بقى، ليها انواع كتيره بقى، دي بنسميها لوجيكال ايرور. لوجيكال ايرور مش سينتاكس هنا بقى، مش شكل كتابه الكود غلط، لكن مثلا الكيس سنسيتيف كاتب حرف كابيتال وحرف سمول، عامل حاجه كاتب حاجه زياده، واخد سبيس، كاتب حاجه بالعربي مثلا كفاريبل اسمه عربي مش عارف، اخطاء واضحه. تمام، اخطاء ايه؟ واضحه. يعني مثلا احنا قلنا اول قاعده من التسميه انه لازم يكون مفيش ايه، مفيش سبيس. تمام، انا هسيب برضو نقطه كده معاكم عشان ايه ما يضيعش. لكن من الحاجات المهمه برضو غير السبيس، لازم نبدا بحرف من ايه للزد كابيتال او من ايه للزد سمول او اندرسكور. يعني ممكن اختار مثلا اندرسكور 2، بما ان لسه فاطمه داخله دلوقتي بعمل لها كده، فانا هقول ايه فاطمه مثلا. تمام، اندرسكور نيم ينفع المسمى كده؟ ينفع. تمام، طيب لو دوست كنترول اس ودوست في 5 عادي جدا مش هيطلع اي ايرور، ما قلتوش اطبع. خد بالكم محدش برده يتلهي ويقول لي ازاي ما طبعش، ولا مش على الطبع ولا فاطمه الطبع. اقول له احنا ما طلبناش منه امر برنت، صح ولا ايه؟ ما طلبناش امر ايه؟ امر برنت. هو ملوش دعوه، هو بينفذ. انت عايز تطبع اطبع، مش عايز تطبع ما تقولوش اطبع. خلاص، يعني احنا ما جيناش بعد مش على مثلا قلنا برنت، لو احنا عايزين برنت نقول برنت ماي نيم، صح؟ عايزين نطبع اندر سكور اقول برنت الاندر سكور نيم، صح؟ طيب لو دوست كنترول اف 5 المره دي هيطبع مشعل ويطبع ايه؟ فاطمه، لان احنا قلنا له اطبع. ما ينفعش برضو اجي واقول له برنت الاندر سكور نيم هنا كده مثلا، برضه ده خطا شائع، ما تسمحش. انت في البرنت الاولى دي تقول اطبع الاندر سكور نيم، طب الاندر سكور نيم فين؟ قبل السطر ده فين الاندر سكور نيم فوق؟ ها؟ مفيش، مش موجودة، صح؟ مش موجودة. لو دوست كنترول اس دوست اف 5 هيجي هات ويضرب. قال لي لاين كام؟ 18. وقال لي الغلطة فين؟ في برنت اندر سكور نيم. وقال لي الاندر سكور نيم از نوت ديفايند، انا مش عارف مين الاندر سكور نيم دي، مش عارف اوصل لها، صح ولا ايه؟ هو بيتكلم على السطر ده. تمام، ده هنا مش سينتاكس ايرور، ده هنا اللوجيك بتاعك غلط. انت كتبت الحاجه قبل ما تستخدمها، يعني انت بتقول ايه؟ بتقول مثلا ايه؟ طلع من جيبي المحفظه، واصلا مفيش جيب اصلا، فاهمني؟ الكلام صح، لكن لما جينا نطبقه ممكن استخدم المحفظه كذا مره. نعم، ممكن. يعني انا مثلا وليكن مثلا خلاص انا نزلت اهو تحت تحت تحت، ودلوقتي مثلا برنت مثلا اندرسكور نيم، عايز اطبع ايج اللي هي فوق تاني عادي، ممكن استدعيها تحت. لا مش هينسى، يعني مش هينسى، هي خلاص موجوده. تمام، هي موجوده في مش هتتنسى. تمام، وهيطبع اللي هو 27 زائد 3 زائد 3 هيطبع 30، لان هو مش شايف غيرها دلوقتي في الميموري. 30، هو مش شايف 27 اللي فوق دي، ولا شايف 27 زائد 3 على فكره، مش شايف 27 زائد 3. هو خلاص 27 زائد 3 اتجمعت طلعت ب 30، اتحطت جوه الايج، فالايج شايف 30. 30 تمام، هو مش شايف فكره الجمع. لا لا لا، هو دي البايثون حسبها وجمعها وعرفها ليه 30، وبعدين الاساينمنت اشتغلت حط ال 30 جوه كلمه ايج، فالايج مش شايف غير 30. تمام، يعني تقدر تقول كده السطر ده فيه كام امر؟ فيه 3، في امرين. تمام، امرين اساسيين. الامر الاول هي عمليه الجمع، تمام، والامر الثاني عمليه الاساينمنت اللي ياخد 30 يحطها جوه الايدج. ماشي، طيب يعني مهما اكتب فوق ممكن استدعي اي حاجه تحت عادي. تمام، لكن ما استدعيش حاجه لسه ما عملتهاش، زي ما غلطنا هنا وجينا نطبع الاندر سكور نيم قبل ما نحط الاندر سكور نيم في فاطمه، فجينا ما نطبع طبعا ايه؟ طلع هنا ايرور اصلا، فانا وقفت هنا. بس سايبهولكم عشان تفتكروا يعني. تمام؟ ده من ضمن الاخطاء الشائعه برضو انك تبدا برقم، يعني تيجي تقول ايه؟ هعمل فاريبل اسمه 7 اب مثلا، 7 اب، هعمل فاريبل اسمه 7 اب وبتقال بيساوي كريم مثلا.
هل ده ينفع؟ احنا قلنا ان لازم الفاريبل يبدا اندر سكور فقط او من ال للزد كابيتال او سمول، من ال للزد كابيتال او ايه او سمول. تمام. تمام. لا هو احنا ممكن هو عمل ايه؟ لاحظوا هو لما جيت قلت ايه في 5 هتقول قال لي انفاليد ايه؟ ها؟ انفاليد سنتكس على طول ومعلم على كلمه 7 اب، مش انا اللي معلم يعني، لو انا معلم على كلمه برنت هو برضه هيعلم على كلمه 7 اب، هو هي دي اللي عنده فيها مشكله. تمام؟ لو عملنا اندر سكور 7 اب ينفع؟ ينفع طالما اول حرف جه عندي ايه؟ اندر سكور او ايه لغايه الزد ماشي، او ايه لغايه الزد ماشي ماشي ماشي. وطبعا احنا اتكلمنا ان اللور كيس غير الابر كيس. تمام. اخر بقى قاعده واهم قاعده في التسميه، اخر واهم قاعده في التسميه هتبقى هنا موضوع جديد، موضوع اسمه كي ووردز، موضوع اسمه كي ووردز او الكلمات. انا النهارده اعتبر شرحته بالتفصيل بس يعني ان شاء الله مش عايزين ده يتكرر تاني يعني، عايزين بقى ملخص بس. كي ووردز بايثون كيوردز يعني ايه؟ يا شباب احنا عندنا لغه البايثون بتستخدم بعض الكلمات الخاصه بها. زي مثلا على سبيل المثال احنا اخذنا بالنا من كلمه برنت. كلمه برنت دي كلمه خاصه بالبايثون صح؟ هل ينفع اجي اقول برنت بتساوي 10؟ خدت بالكم من المنطق؟ لو قلت انت 5 هتشتغل صح؟ بس هنا اهو عشان دي فانكشن، عشان دي فانكشن، لكن في بعض الكلمات الخاصه بالبايثون ما ينفعش نستخدمها، ما ينفعش نستخدمها ولا من قريب ولا من بعيد، ما ينفعش نستخدمها. يا شباب زي ايه؟ زي ايه؟ تعال نخش كده مع بعض. مثلا اخش مثلا هنا وقمت كاتب مثلا بايثون كيوردز مثلا ماشي. لو جبت بايثون كيوردز على اي موقع من المواقع هم معروفين، هم الكلمات الخاصه بالبايثون المعروفه. تمام. هتلاحظوا ان ايه مثلا من اي موقع يعجبكم يعني هتلاقي ان هذه الكلمات المحجوزه الخاصه بالبايثون. يعني مثلا ممكن اجيبهم انا على طول من الصوره كده عشان يبقوا واضحين معاكم. مثلا هي اهي. تمام؟ ادي الكلمات اللي البايثون بالنسبه له تهمه. ما ينفعش ان احنا نستخدمها كفاريبلز، ما ينفعش نستخدمها كايه؟ كفاريبلز بس. تمام؟ ودي اوتوماتيك ان شاء الله على ما نلم الجزء المستوى اللي احنا شغالين فيه هتبقى الكلمات دي بالنسبه لنا بقت معروفه. فبنبعد عنها. فبنبعد ايه؟ ما بنستخدمهاش بس مش اكتر من كده. فهمنا الفكره؟ دي كلمات ليها معنى عند البايثون. ليها معنى فما ينفعش ان احنا ايه؟ ما ينفعش ان احنا نستخدمها بس. ما ينفعش نستخدمها لان ليها معنى عنده. يعني مثلا زي كلمه اف مثلا شهيره كلمه دي غير الفانكشنز اللي هي انبوت وبرنت وكده صح؟ دي غير دي كي ووردز. لما اجي اقول اف بتساوي 10 او ادوس اف 5 هيقول لي انفاليد سنتكس على طول. تمام. انا اف ازاي احط جواها 10؟ لان هو مستني ان اف ليها. عفوا دكتور. اتفضل. عفوا بس اذا زدنا حرف او رقم للكلمات المحجوزه هذه ينفع نستخدمها او لا؟ عادي. يعني لو جينا مثلا قلنا اندر سكور اف. تمام. لان اندر سكور اف ما هياش اف. نعم. ولو قلت اف كابيتال كده خلاص برضه هربنا من الموضوع. قلنا اف بتساوي 10 مفيش مشكله لان الاف عندنا السمول غير الاف الكابيتال. كويس. تمام كده؟ يعني اي تغيير خلاص بقت حاجه ثانيه. نعم. لكن الكلمات دي بنفس الشكل لا. لان البايثون هتفتكر ان هي محتاجه حاجه معينه او يعني هي لو انت كتبت اف هي متخيله انك هتكتب شكل معين عشان الجمله بتاعت الاف تشتغل. فاهمني؟ فبتضرب. نعم. يعني هي مش فاهمه انت تقصد ايه، هي دي بس القضيه.
تمام؟ طيب. طب عايز اطبع يعني ايه مثلا؟ عايز مثلا احنا عندنا فاريبل اسمه ماي نيم مشعل، صح؟ لو انا عايز اطبع اوقف طبعا جمله اف دي كي ووردز، خلاص عرفنا يعني ايه كي وورد، كتبناه عندنا في الملحوظات ولا لا؟ اه كتبناه. إيه لو انا عايز اطبع ماي نيم، عايز اطبع ممكن اقول برنت ماي سبيس نيم از كولون ودبل كوتيشن وكومن واطبع الفاريبل اسمه ماي نيم. ايه اللي لاحظتوه في الامر ده يا شباب؟ لاحظوا ان الكلام اللي انا عايزه يطبع زي ما هو كلمه ماي نيم از خلاص حط بالكوتيشن باي حاجه، حطيت دبل كوتيشن عشان يتعامل معامله الايه؟ الليتر، صح ولا لا؟ معامله ان ده نص ثابت اطبعه كما هو، اطبعه كما هو، مظبوط؟ ممكن استخدم هنا الكوما ومعايا الماي نيم، ماي نيم دي ما اقدرش احطها ما بين سنجل كود او ما بين دبل كود، ما ينفعش. لان لو حطيتها ما بين سنجل كود او ما بين دبل كود هينزل كلمه ماي نيم، مش هيفهم الفاليو اللي جواها. مش هيفهم الفاليو اللي ايه؟ اللي جواها، مفهوم؟ ممكن اخد كوما وممكن اعمل بلس. يعني عملت كوما كده ودوست اس كنترول اس وادوس اف 5 قال لي ماي نيم از ايه؟ مشعل، صح؟ مفهومه كده؟ كويس. البطاريه عندي ضعيفه، اصبحت ضعيفه يعني. طب المره احنا طبعا ممكن نعيد السطر ده تاني، بس بدل ما احط بلس، تمام؟ بس دوست كنترول اس ودوست اف 5